من جديد القنيطرة. لالا فاطمة صباح الخير. صباح الخير. كيف صبحتي؟ لاباس عليكم؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. نعم تفضلي لالا فاطمة. واحد البني مالح وكيش بالعجينة. بني مالح. غناخذ اختي واحد ربعة الطحين. وكيش. لا بيني مالح دابا غنعطيك. قلتي وكيش بالعجينة. نعم. نديرو تقريبا 260 غرام طحين. هذا بالنسبة للبني. نعم. 200 وشحال؟ و60 غرام. و60 غرام طحين. نعم. خمارة. خمارة. مليحة. مليحة. شوية البزار. بزار. والسيدة أي عشبة كتعجبها تحكها فيها، يعني اختيارية أعشاب منسمة. نديرو ثلاثة البيضات. 100 غرام فرماج محكوك. ثلاثة البيضات. 100 غرام فرماج محكوك. 100 غرام. 5 المعالق كبار ديال الزيت. ونجمعوا بربعة الحليب. 5 المعالق كبار ديال الزيت. نعم وربعة الحليب. ويتدلك ويبقى يخمر ومن بعد يتطلق ويقطع تقطع غير بفم ديال الكاس ما ديروش كبير. ماشي بالشرط يكون مثقوب. نعم. ويتقلى ومن بعد ملي تكوني كتقلى تكوني وجدتي واحد شوية الكريمة تضربيها. كريمة ديال الطياب. نعم. وديري فيها مليحة. وبزيرة وزيدي فيها واحد الفرميجات اللي كناكلو مربع ولا مثلث. اييه نعم. وضربي مزيان وغتصيري من الوجه فيها ملي تقليهم سخونين. وحتى مرشيهم بشوية الجزر المقلي ولا مثلا كورنيشو محكوك ولا بافو يعني أي حاجة ولا كاوكاو مالح يعني سيدة اختيارية. نعم. غناخدو هاد الميني كيش بالعجينة. اييه. كنشدو 6 الفرماجات نديرو 6 المعالق كبار الفرماج. ديال الطازة راه معروف. كبار فرماج. جوج معالق كبار ديال الموطارد. جوج معالق كبار موطارد. نعم و 100 غرام ديال الكاشير محكوك. موطارد و 100 غرام كاشير. و 6 الفرماجات مربعين. ونقطعو في شويه الثوم القصابي لا سيبولات رقيق. ومليحه والبزار. خصنا نحضيو هنا مع الملحه شويه. نعم. لان كاين الفرماج وكاين الموطارد وكاين الفرماج والكاشير كلشي مالح. فانا نحضيو شي شويه من على الملحه ياك لالا فاطمه. هي الحبيبه ضروري الشيء اللي كيطيب وما كيدوقش ما كينجحش فيه الطياب. ياك ولا كان رمضان كي نديرو. عينك ميزانك خاصك هنا يخدم عينك ميزانك. الحمصوص كيجي باسل ملي كتزيد الملح في الاخر ما كيشربش من ديبار وانت كتذوقي. لالا فاطمه. نعم اختي. قلت لك الا كان رمضان كي غنديرو خاص عينك هنا ميزانك. راه الممارسه اللي كتعلم. وتم الريحه كتعطي بان مرحله. هي بالفعل. كنضربو مثلا الفرماج والموطارد والمليحه والبزار. نعم. ونزيدو فيهم مكعبات صغار ديال الفرماج نقطعو غير بيدينا داك المربع. والكاشير محكوك ولا سيبولات ونكبوه في ليمول يكونوا غير صغيورين وكتدخلي للفران وراه كيتنفخ. يعني وكيجي زوين. بعدا ثلاثه البيضات. نسيتي ثلاثه البيضات. صافي اختي وكتعمري وكيجيو زوينين ومنقطين بالخضر يعني كيمشيو حتى في البلاطويات حتى سيدي ملي تكون داير مثلا دجاج تخضرو به مثلا الحوت تحطو معاه. يعني كيجي زوين. هنا صافي غير الفرماج ما كاينش كاع الطحين ولا شي حاجه. لا ما كاينش العجينه. مزيان نجربو هاد الوصفه علاش لا. تبارك الله عليك. الله يبارك. شكرا ليك لاله فاطمه. صافي اختي. تبارك الله عليك.